أهلا بيكم في فيديو جديد مع مجلة الحياة. لقبوها بقطة الشاشة العربية وكمان فراشة السينما المصرية، اتعرفت بضحكتها المميزة وملامحها الرقيقة، وكمان كانت فتاة أحلام كل الشباب، هي الفنانة الجميلة بوسي. هنستعرض معاكم النهاردة التفاصيل الكاملة عن بدايتها وليه أهلها رفضوا إنها تتزوج من نور الشريف، وكمان هنعرف ليه نور الشريف ما كانش عايز ينجب وسبب طلقهم في النهاية، وحقيقة إشاعة زواجها من فاروق الفيشاوي. تابعوا معنا للآخر علشان تعرفوا كل حاجة بالتفصيل. الفنانة بوسي جمعتها علاقة حب بالفنان الراحل نور الشريف، بدأت في مزبيرو لما نور الشريف شاف بوسي قال لصاحبه وقتها البنت دي هتبقى مراتي، وكانت بوسي وقتها في تالتة اعدادي ونور الشريف كان في آخر سنة في معهد الفنون المسرحية، وفعلا بدأت علاقة حب بينهم، لكن أهلها رفضوا لأسباب مختلفة. فوالدها رفض لأن نور الشريف فنان وهو مش حابب أن بنته ترتبط بفنان، لكن والدتها رفضت لأن بوسي كانت صغيرة، كان عندها 15 سنة وكانت عايزاها تكمل دراستها، واستمر حبهم 4 سنين وبعد إصرار بوسي وافقوا على زواجهم، وكانت لسه مخلصة ثانوي وهتدخل الكلية سنة 1972. قالت بوسي إن نور الشريف ما كانش عايز يجيب أطفال في البداية لأنه كان بيعاني من هاجس الموت، لكن في الآخر أنجبوا بنتين وهما مي وسارة، وكان وقتها فرحان جدا. واستمر زواجهم سنين كتير، لكن في النهاية انفصلوا سنة 2006، وما فيش حد فيهم صرح عن السبب، لكن نشرت الصحف ان سبب الانفصال كان ان في علاقة جمعت بين الراحل نور الشريف والفنانة ساندي التونسية، وكان حبهم لبعض اقوى من اي حاجة، فرجعوا لبعض فترة مرض نور الشريف لحد وفاته. وبعد وفاة الراحل نور الشريف انتشرت اشاعات عن زواج بوسي من فاروق الفيشاوي وانهيار بنتها مي بسبب الخبر ده، لكن كتبت بوسي على صفحتها الشخصية: زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي إشاعة سخيفة من ناس مريضة. وقالت إن أكتر حاجة فقدتها بعد رحيل نور الشريف هي السند، لأنه كان بالنسبة لها كل حاجة. الفنانة بوسي اسمها الحقيقي هو صفيناز مصطفى أدري، اتولدت في حي شبرا بالقاهرة يوم 26 نوفمبر سنة 1953، واتخرجت من كلية التجارة وليها أخت بتشتغل ممثلة وهي الفنانة المعتزلة نورة. بدأت بوسي التمثيل من صغرها، وكان أول مشاركة ليها فيلم هذا الرجل أحبه سنة 1962. بعدت فترة عن التمثيل بسبب انشغالها بدراستها، وكمان كانت ملامحها الرقيقة بتدي انطباع إنها لسه طفلة، ولكنها كانت وقتها انتقلت من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب، فقررت ترجع للتمثيل بقوة وقدمت مجموعة من الأعمال الناجحة، منها حبيبي دائما، خالتي صفية والدير، لعبة الانتقام، وإعدام ميت، وغيرهم طبعا أعمال كتير تألقت فيهم. بكده يكون فيديو النهاردة انتهى، أتمنى يكون عجبكم. إلى اللقاء في فيديو جديد مع مجلة الحياة.